مرحبا بكم، مرحبا بموزايك. ذكريات مع البلاصه سورتو المهرجان ثاني دورته الثانيه، وانا اول مره نحضر عمناو ما كنتش موجوده سنه، معناها قلت يلزمني نحضر سورتو معناها باش يكرموني. سام في فريمون بليزير، سي ان اونور بور موا، وديما نفرح كي نتكرم في بلادي في تونس. ذكريات خاصه مع حمامات بيان سور، كل ذكريات الطفوله الكل وذكريات الصيف. احنا انا ملي انا صغيره نصيف في حمامات كل عام، دونك ذكرياتي مع حمامات ما تتنساش ونحبها برشا وتقعد ديما في قلبي في وجداني، هذيك علاش الحمامات عندها محبه خاصه عندي. ونتصور انك تجي الحمامات بتكريم حاجه باهيه برشا. بيان سور كي نجي حمامات بتكريم، انا ما كنتش نتصور وانا طفله صغيره وانا نجي لهنا ونلعب في البحر وكل، اللي انا نهار من نهارات باش نتكرم لهنا في حمامات. دونك ديما الواحد يعيش حاجات هكايا يحس يروحوا في حلمه. ونشكرهم برشا، نشكر كل القائمين على المهرجان ورئيس المهرجان سي مختار العجيمي، المخرج، وبيان سور يعني سام في بليزير وشرف لي. درة في تونس وقتش راجعة؟ أعمال والله ما نعرفش، على حسب الظروف، على خاطر أنا وليت معناها أعمالي عندي فترة كبيرة، أعمالي عربية أكثر مصرية أكثر، لكن أنا مستعدة نرجع بأعمال كي تكون فما أعمال جيدة وأدوار مناسبة ليا، علاش ليا؟ أعمالك الجيدة اللي خارج تونس نحكي عليهم شوية. نحكي على آخر حاجة الأجهر، مسلسل الأجهر الأجهر في رمضان، تعدى على ام بي سي، موجودة على شاهد الحمد لله، عمل نجاح كبير، والغول سورتو نهلة، ناس حبته وخذيت إشادات حتى من نقاد أيضا ومن الجمهور. قبله هو عملت مسلسل مهم بالنسبة لي برشا اسمه المتهمة، المتهمة على بلاتفورم على شاهد، والمتهمة هو عمل من 10 حلقات، معناها مسلسل 10 حلقات مازال موجود، نتمنى باش الناس الكل تشوفه على خاطر من الأعمال اللي خذيت إشادة كبيرة بالنسبة ليا، والأدوار المركبة والصعيبة وطبيعة المسلسل بيدو مختلف. دونك نتمنى الناس تشوفهم، معناها فما برشا شافوهم واللي ما شافوهمش. كلمة الجمهور درة في تونس. نحبكم برشا برشا برشا. والله هذايا شنو اللي نجم نقول لجمهوري في تونس، عايشكم اللي ديما تتبعوا فيا حتى وانا غايبه شويه على تونس، ديما جمهور التونسي نلقاه كما نقولوا في ظهري، معناها الحب ديما موجود بيني وبينهم، قصه حب كبيره من اول ما بديت، الجمهور التونسي حبني واحتضني وكهو وانا بنتهم وديما نرجع لهم.